لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. ومن المعينات أيضا على التهجد والميسرات له أن يتدرج المتهجد والقائم في قيامه وعدد ركعاته، فهذا يعين الإنسان على القيام، خاصة إذا لم يكن متعودا عليه، أن يتدرج المبتدئ في القيام قليلا قليلا. وهذا التدرج والتنقل له عدة صور. أولا أن يتدرج في وقت القيام، فربما يكون شاقا على المبتدئ أن يقوم في الثلث الأخير من الليل، بل يغلب عليه النوم ويحاول مرة بعد مرة لكنه لا يقوم، فهذا ينصح أن يبتدئ القيام بعد صلاة العشاء ثم ينام، وخاصة إذا غلب على ظنه أنه لن يقوم في آخر الليل. ثم بعد فترة ومع المداومة على ذلك يشعر بلذة القيام ويزيد الإيمان في قلبه، ربما أجل وأخر القيام إلى منتصف الليل أو بعده، وربما سار بعد ذلك في وقت السحر، وهذا الأمر بلا شك سيصل إليه بإذن الله تعالى، ولكن الأمر يحتاج تدرج، هذا الأمر يحتاج إلى التدرج. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. والحديث متفق عليه، من كل الليل أوتر، هذا يدلك على أن الليل كله وقت للوتر، وليس كما يفعل البعض إلا في السحر. وإذا حدث في ذلك لماذا لا توتر، يقول سأوتر لما أقوم. وكم سنة حالك على ذلك؟ سنوات قد مرت وهو مع ذلك لا يقوم ولا يصلي، يمني نفسه كل ليلة أنه سيقوم في آخر الليل ولا تقوم. متى يعني تنتبه لهذا التدرج من الشيطان والاستدراج من الشيطان في كونه يضيع عليك الصلاة؟ ولذلك من ظن أنه يوتر في آخر الليل فليوتر في آخر الليل، ومن غلب على ظنه أنه لن يستطيع ذلك فعليه أن يوتر قبل أن ينام. عن أنس رضي الله عنه قال: وكان رأى النبي، وكان يعني أي كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. يعني صلاته ونومه كان يختلف بالليل ولا يرتب وقتا معينا، بل بحسب ما يتيسر له. حجر. إذن التدرج في وقت القيام من الأمور التي تعين الإنسان على المحافظة على القيام والمداومة عليه. التدرج في عدد الركعات، في البداية يمكن أن يكتفي بركعتين ثم يوتر، وربما شقت على بعض الناس فعليك بركعة، لأن أقل القيام ركعة، لأن ركعة الوتر صلاة وقيام، فمن صلاها فقد أدى أو فعل شيئا من القيام، وبعد ذلك يتدرج إلى ركعتين، أربع ركعات، وهكذا يزيد القدر أو يزيد الكمية شيئا فشيئا. عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب ليلة إذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حديث صحيح في صحيح الجامع. ثالثا التدرج في طول القيام، التدرج في طول القيام، ففي البداية مثلا يقرأ في أو بخمس آيات، فمن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يزيد كمية المقروء شيئا فشيئا. لأن بعض الشباب وبعض الناس ربما يترك القيام بسبب
أنه يقول أنا حاولت مرة بعد مرة لكني عجزت. طيب لماذا عجزت؟ هو ينظر دوما إلى قصص السلف ومواقف السلف والصحابة، وأن فلانا كان يصلي بالبقرة وآل عمران وفلانا كذا وفلان. طيب هؤلاء ما بدأوا ذلك مرة واحدة، وإنما الأمر بالتدريج. الأمر ليس واجبا ومحرم، بل هي نافلة مستحبة. فإذا أخذت نفسك بالتدرج استطعت أن تصل إلى ما وصلوا إليه بإذن الله. التدرج في وقت القيام، التدرج في عدد ركعات القيام، التدرج في طول القيام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكرت القيام فقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم نصفه ثلثه ربعه فواق حلب ناقة. نصفه ثلثه ربعه، يعني هذا في الوقت وفي طول الصلاة والوقت الذي يستغرقه في الصلاة. يمكن أن يصلي نصف الليل، يمكن أن يصلي الثلث، يمكن أن يصلي الربع، يمكن أن يصلي، وانتبهوا لهذا المعنى، فواق حلب ناقة، وهو الوقت الذي يستغرق أو الذي يكون بين الحلبتين، أو من حين يضع يده على ضرع الناقة ثم يرفعها، يضع اليد على ضرع الناقة ثم يرفعها، وقت يسير جدا. فواق حلب ناقة، فواق حلب شاه، يعني حتى ولو كان الوقت قليلا بهذه الصورة. والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، والمنذري في الترغيب والترهيب، وصححه الشيخ الألباني. إذن فلا بد من قيام الليل ولو بقدر حلب شاه أو فواق حلب شاه، وقت يسير جدا، مع المواظبة سيكون طويلا وكثيرا بإذن الله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يكتب من الغافلين؟ كم من الليالي قد مرت ولم نقم بهذه العشر، كم من الليالي قد مرت وكتبنا من الغافلين، والله المستعان. إذن فرصتك أن تنسحب من حزب الغافلين بأن تحافظ على قيام ولو بعشر آيات، أن تحافظ على القيام ولو بعشر آيات. من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. سورة المرسلات لو صلىها قرأ بها مرتين أدي مئة آية، أو سورة الواقعة لو قرأ بها في ركعتين فيكون بذلك قد أتى بمئة آية مع الفاتحة. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني يعطون أجرهم بالقنطار، والقنطار كما في الحديث الآخر خير من الدنيا وما فيها، والحديث في السلسلة الصحيحة. حافظ المنذري قال: جزء تبارك وجزء عام، متى نطبق هذا الحديث إلا نطبقه في هذه الليالي المباركة العشر الأواخر من رمضان؟ أن نجتهد في أن نطبق هذا الحديث، نقوم الليل بألف آية، تقرأ بجزئي تبارك وعمة، تكون بذلك بإذن الله ممن أقام الليل بألف آية، تأخذ الأجر بالقنطار، قنطار من الأجر بإذن الله تعالى. عن فضالة بن عبيد وتميم الداري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ عشر آيات في ليلة كتب له قنطار، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل: اقرأ ورق بكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه. يقول الله عز وجل للعبد: اقبض، فيقول العبد بيده: يا رب أنت أعلم. فيقول الله يعني علم أقبض يا رب، فيقول الله: بهذه الخلد وبهذه النعيم، أي بيمينك على الخلد وبشمالك على النعيم. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح الترغيب والترهيب. وعن تميم الداري رضي الله عنه، وهذه هدية بالحقيقة، هدية في الحقيقة، عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة، يعني عبادة ليلة كاملة. الله أكبر. والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. من قرأ بمئة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة. ما الذي يمنعنا أن نفعل ذلك؟ سورة الواقعة كما قلت يعني حوالي 97 آية مع الفاتحة في ركعتين، تكون بذلك قد حصلت هذا الثواب العظيم، يكتب لك قنوت ليلة، قيام ليلة كاملة.
قال محمد بن سيرين رحمه الله: لا بد من قيام ولو قدر حلبشاه، أو لا بد من ولو قدر حلبشاه. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، ومعينات أخرى ووسائل أخرى نذكرها غدا بإذن الله تعالى. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.